بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد نبدأ درسنا على المسابع الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة. الآن بدأ المؤلف يتكلم رحمه الله الشيخ عن أحكام الحج وأحكام المناسك، وأيام الحج ستة أيام، أيام حجة أيام، كل يوم له اسم. اليوم الأول يوم التروية، وهو اليوم الثامن من الحجة، هو أول أيام الحج، يوم الثامن من الحجة، وسمى يوم التروية للناس يتروون فيه الماء، الناس يتروون فيه بالماء. سابقا ما كان فيها ماء في المشاعر، فالناس يحملون معهم الماء ويهيئونه. واليوم الثاني وهو اليوم التاسع يوم عرفة، لأن الناس قبل بعرفة. واليوم الثالث هو يوم العيد وهو الحج الأكبر. واليوم الرابع يوم الحادي عشر هو يوم القر، يسمى القر لأن الناس يقرون. واليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، لأن الناس يتعجلون يرمون ويتعجلون. واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني، هذه أيام الحج. في اليوم الأول وهو يوم الحجة يتوجه الحجاج إلى منى، من كان حلالا في مكة من الحجاج الذين اعتمروا وتحللوا يشرع لهم ويسن لهم أن يحرموا بالحج قبل الزوال أو بعده، وذلك بالاغتسال والتنظف والتطيب ولبس الإزار والرداء بالنسبة للرجل، ثم يلبي بالحج، ينوي بقلبه دخول الحج ويقول لبيك عجا، ويذهب إلى منى ملبيا. وكذلك أهل مكة من أراد الحج منهم يحرم من بيته، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس الإزار والرداء الرجل ويحرم من بيته ويلبي ويذهب إلى منى. وكذلك المفردين والقارنين، من أحرم بالحج مفردا يتوجه إلى منى أيضا، سواء كان في مكة أو كان في خيمة في أي مكان في شقة يتوجه إلى منى، وكذلك القارن. فجميع الحجاج كلهم يشرع أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن، ويصلوا فيه خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا ويبيت تلك الليلة في منى، وهذا سنة مستحب الذهاب إلى منى والصلاة في خمس صلوات سنة. لو لم يذهب الحاج إلى منى وذهب إلى عرفات في اليوم الثامن أو لم يحرم إلى في اليوم التاسع لا حرج، ولكنه فاته الأجر والثواب، مثل المسلم الذي يأتي ويصلي ركعتين قبل الظهر، والمسلم الذي يأتي وقد قيمت الصلاة، أيهما أفضل؟ الذي جاء وتقدم وصلى ركعتين. نعم، كذلك هنا الذي جاء وتقدم إلى منى وصلى خمس صلوات أفضل من الذي لا يأتي إلا في اليوم التاسع. نعم. قال: ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم، هذا هو السنة، أن يكون الحجاج يقصرون ولا يجمعون، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين في كل صلاة في وقتها، ولا حاجة إلى الجمع لأنهم مقيمون، وإنما اللي يحتاج الجمع الجاد بالسير الماشي، والحجاج مقيمون فلا يحتاجون إلى الجمع، بل يصلون كل صلاة في وقتها. نعم. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. إلا المغرب والفجر فلا يقصران. نعم، كما هو معلوم هذا، المغرب ثلاث والفجر ثلاث يقصران. نعم. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم. نعم، على الصحيح بقول العلماء لا فرق بين أهل مكة وغيرهم، يعني كلهم يصلون الظهر والعصر والعشاء ركعتين، أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج جميعا ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، وذهب
جمع من العلم من الحنابل وغيرهم إلى أن أهل مكة لا يقصرون وإنما يتمون لأنهم لأن مسافة قصيرة المسافة غير لا تصل إلى مسافة القصر. فذهب الحنابل والجماعة إلى أنهم يجمعون لأنهم يتمون الصلاة يتمون الظهر أربع أهل مكة، إنما الذي يقصر من جاء من بعيد حجاج، أما أهل مكة فإنهم يتمون. وذهب جمع من المحققين إلى أنهم يقصرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج جميعا أهل مكة وغيرهم ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، وإنما قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، قال هذا في غزوة الفتح لما كان في مكة ليس في منى، لما جاء في غزوة الفتح قصر عليه الصلاة والسلام وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، هذا قال في غزوة الفتح ولم يقول في حجة الوداع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام. نعم، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. نعم، ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة. اليوم التاسع يوم عرفة يسن للحجاج أن يتوجهوا إلى مزدلفة بعد طلوع الشمس. اليوم التاسع يتوجهون إلى مزدلفة وينزل الحاج بنمرة إن تيسر إلى زوال. نمرة أرض قريبة من عرفة، مجاورة لعرفة، وهي التي فيها الآن المسجد، المسجد الذي يخطب فيه الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له قبة في هذا المكان، ضربت القبة ونزل بها يستريح حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أمر راحلته فركب راحلته وجاء إلى بطن الوادي وهو عرنة، فخطب الناس عليه السلام وهو على راحلته. ثم لما انتهت الخطبة أمر بلالا فأذن، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين، وكان يوم الجمعة وأسر بالقراءة، فلم يصلي جمعة، لو كانت جمعة لجهر بالقراءة، ولو كانت جمعة لكانت الخطبة نعم الخطبة معروف أن الخطبة قبل الصلاة، الخطبة قبل الأذان. ثم لما انتهت الصلاة ركب راحلته ودخل إلى عرفة. فهذه ثلاث مواضع: نزل بنمرة قبل الزوال، وخطب بعرنة وطوط الوادي، وصلى بعرفة، ووقف بعرفة. مكان الوقوف غير مكان الصلاة وغير مكان الجلوس قبل الاستراحة قبل الصلاة. قبل الصلاة في الضحى جلس بنمرة، ولما زالت الشمس خطب وصلى بعرنة وبطن الوادي، ولما أتى الصلاة ركب ووقف بعرفة، فجلس في الضحى بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة. نعم، فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس أو أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال. نعم، هكذا السنة أن يخطب الإمام ونائبه خطبة تناسب الحال، يبين فيها أهمية التوحيد والإخلاص لله عز وجل، ويبين لهم ما يشرع في للحاج في هذا اليوم وما بعده. نعم، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها قواعد الشرك، وقال الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبين فيها حقوق الزوجات على الأزواج وحقوق الزوج
الأزواج على الزوجات، ووضع دماء الجاهلية تحت قدمه، ووضع ربا الجاهلية تحت قدمه. قالوا ودماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وكذلك ربا الجاهلية قال موضوعة تحت رجلي، وأول ربا أضعه ربا ربا العباس عبد المطلب. نعم. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعل لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. نعم. السنة بعد الخطبة أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين الإمام، والحكمة في ذلك كما بين العلم حتى يتسع وقت الوقوف. الحكمة من تقديم العصر والصلاة مع الظهر حتى يتسع وقت الوقوف، يعني وقت الوقوف يكون من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركب راحلته ودخل عرفة وجاء ووقف على البعير بعد الصلاة إلى غروب الشمس رافعا يديه عليه السلام يدعو، ولا أخذ بخطام الناقة، ولما سقط الخطاب أخذه بإحدى يديه وبقت الأخرى مرفوعة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، بطن الوادي، بطن الوادي ليس مكان الوقوف، وهو من عرفة لكن هو الذي خطب فيه النبي صلى فيه، هذا ليس من عرفة. قال فالعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. نعم. ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك. نعم. فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. نعم. الجبل يسمى جبل الرحمة، النبي وقف تحت الجبل وقال أمامها الصخرات، الصخرات جعل الجبل أمامه بينه وبين القبلة، إن تيسر يكون في هذا المكان أو في ولا يتيسر في أي مكان يتجه إلى القبلة ويرفع يديه في أي مكان من أرض عرفة. نعم. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء. نعم. وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هكذا السنة الإكثار، استحب للحاج أن يكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله والدعاء، ويختار من الدعاء من الأدعية الواردة في القرآن وفي السنة أفضل من غيرها، وإن دعا بغيرها مما لا محذور فيه فلا بأس، ويكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. نعم. يكتب الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ثم الاستغفار والتوبة. نعم، كل هذا مشروع. وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، يكثر من هذا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين،
سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا عرشه، سبحان الله بحمده، سبحان الله عدد ما خلقه في السماء، سبحان الله عدد ما خلقه في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله ما عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، كل هذا مشروع. نعم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني. لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. نعم هكذا، هذه كلها أدعية نبوية، أدعية ثابتة يكررها، وإن أتى بأدعية غيرها ولم أحضر فيه فلا بأس. وكذلك أدعية من القرآن، أدعية من القرآن والأدعية من السنة هذا أفضل اللي تيسر، فإن لم تيسر يدعو بما شاء، ولكن بشرط أن لا يكون في إثم ولا قطيعة رحمه. ويلح على الله الدعاء ويبدأ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الذكر والاستغفار، كل هذا مشروع. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا. نعم. فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، دعا ثلاثا يفهم عنه. نعم. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه. نعم. متواضعا له، خاضعا لجنابه. نعم. منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحة، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. وذلك لما يرى، لأنه رؤي يدعو بالولي والثبور، رؤي الشيطان ما أدحر ولا أحقر من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه كان يحثو على التراب ويدعو بالولي والثبور لما يرى من تنزل الرحمات تغيظه وتجاوز الله عن الذنوب العظام. نعم. وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم، كثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. نعم. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. نعم. وهذا الدنو يليق بجلال الله وعظمته، هو يدنو فوق العرش سبحانه وتعالى، كأنه كما أنه ينزل إلى سماء الدنيا أشياء عرفة نزولا يليق بجلال الله وعظمته، هو سبحانه فوق العرش. نعم. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الدعاء الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس. نعم، لا يزال المستمر، يعني مستمر هذه العشية عشية عظيمة، يستمر الحاج في الدعاء والتضرع والابتهال حتى تغرب الشمس ويغرب قرص الشمس تماما، ثم يدفع الحاج إلى مزدلفة بعد استحكام غروب الشمس، التأكد. نعم. نعم. ولا ينصرف قبل غروب الشمس، فإن انصرف ولم يرجع في الليل لزمه دم، لا بد أن يجلس في عرفة حتى يأخذ جزء يسير من الليل، فإن خرج قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع في الليل، فإن لم يرجع فعليه دم. نعم. فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم، هكذا يكون يسرع في المتسع، ولا يؤذي أحدا، لا بالأصوات ولا بالزحام، يمشي بسكينة ووقار. نعم، لأن هذه مشاعر عظيمة، والمسلم يرجو ربه، يجو ما عند ربه ويخشى، فلا يؤذي أحدا، لا بأصوات السيارات، بأصوات الأبواق ولا بغيرها، ولا يؤذي أحدا ولا يشق على أحد. نعم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس.
فقال خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة تصل فمن انصرف قبل غروب الشمس فيجب عليه الرجوع في الليل حتى يجمع بينه جزء من الليل وجزء من النهار. نعم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها صلوا بها المغرب وثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. نعم. لأن التقاط الحصى وقت موسع، أول شيء بدأ بالصلاة، بعد الصلاة يلتقط الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعباس أن يلتقط له الحصى وهو في طريقه إلى ميناء، لما دفع مزدلفة وهو في طريقه إلى ميناء قال هلم القطر حصيات. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى ميناء. نعم. وهو في الطريق. نعم. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك؟ من أي موضع من الحرم، من يضع من الحرم يلتقط الحصى، سواء التقط من ميناء أو مزدلفة أو من مكة، لكن المهم تكون من الحرم. نعم. ولا يتعين لقطه من مزدلفة. نعم. بل يجوز لقطه من ميناء، والسنة التقاط سبع في هذا اليوم. نعم. يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، والضعفاء يرخص لهم الرمي في آخر الليل، النساء والصبيان والعجزة يرمون آخر الليل قبل حطوة الناس، وأما الأقوياء فيتأكد بحقهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. نعم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. إيش؟ أما في الأيام الثلاثة. نعم. فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. يعني اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، كل يوم يلتقط 21 حصاة، يبدأ بالصغرى يرمي جمرة الصغرى سبع، ثم الوسطى سبع، ثم العقبة سبع، 21 بعد زوال الشمس بعد الظهر، هذا في اليوم 11 وفي اليوم 12 كذلك، وفي اليوم 13 لمن تعجل لمن تأخر. نعم. ولا يستحب غسل الحصى. نعم. بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يرمى بحصى قد رمي به. نعم. نعم. ايش بعد؟ قال ويبيت الحاج في هذه الليلة ولا يرمى بحصى قد رمي به. ولا يرمي بحصى قد رمي به، لأن استعمل في عبادة، هكذا يقول الفقهاء، لا يرمي بحصى رمي به. نعم. إذا أردت أخذ من بعيد لأنه استعمل في عبادة. نعم. ولا يرمي بحصى قد رمي به. نعم. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. نعم. هذا السنة يبيت بها، والبيتوتة معناها أن يوجد على أرض مزدلفة أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل، يتجاوز نصف الليل، هذا البيتوتة، سواء في ميناء أو في مزدلفة يوجد على أرضها أكثر من نصف الليل، وإذا خرج أول الليل أو آخر الليل فلا بأس، إذا بات أغلب الليل أكثر الليل. نعم. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى ميناء آخر الليل. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى ميناء آخر الليل. نعم. ثم يرموا جمرة العقبة قبل حطوة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسماء وكانت امرأة سبطة ثقيلة أن تدفع وترمي قبل حطوة الناس. نعم. لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم أن يقيموا بها. وأما
وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر ثم الأقوياء يتأكد من حقهم أن يقيموا في مزدلفة ويصلوا الفجر. وقال بعض العلماء لا يجوز الإسراف للأقوياء، لأن بسم إنما رخص للضعفاء، والرخصة معناها أنها خاصة بهم، لو جاز للأقوياء الدفع لما كانت رخصة، كانت رخصة للجميع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، وقال آخر من أهل العلم يجوز لكل أحد أن يرضي جمرة العقبة ونصف الليل، الأقوياء وغيرهم. هذا هو المذهب، مذهب جمع من أهل الفقه. لكن السنة وظاهر السنة أنه لا يدفع إلا الضعفاء، لأن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وأذن لابن عباس قدمه في ضعفة أهله الصبيان يرمون جمرة العقبة، فدل على رخصة خاصة، خاصة بالضعفاء. أما الأقوياء فإنه يعني الأقوياء لا يدخل في الرخصة، إنما خاصة بالضعفاء. نعم. ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. نعم. بعد صلاة الفجر يسن الوقوف بمزدلفة اتجاه القبلة، والدعاء والتضرع وتكبير التسبيح إلى أن يسفر جدا، وبعد الإسفار وقبل طلوع الشمس يدفع الحاج إلى مزدلفة إلى منى. نعم. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء. نعم، هذا السنة رفع اليدين، ترفع الأيدي، رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما إليه السفراء. وترفع اليدين في الدعاء في إيش؟ في الحج في ماضى، ترفع الأيدي على الصفا في وقت السعي، وترفع الأيدي على المروة، وترفع الأيدي في عرفة، وترفع الأيدي في مزدلفة، وترفع الأيدي بعد رمي الجمرة الأولى يوم الأحد عشر والثاني عشر والعشر الدعاء، وترفع الأيدي بعد رمي الجمرة الوسطى في اليوم الأحد عشر والثاني عشر والعشر. ستة مواضع في الحج ترفع فيها الأيدي، ستة مواضع. الموضع الأول على الصفا حين السعي، الموضع الثاني على المروة، الموضع الثالث في عرفة، الموضع الرابع في مزدلفة، الموضع الخامس بعد رمي جمرة العقبة تجه قبلها، الموضع السادس بعد رمي الجمرة الأولى، الموضع السادس بعد رمي الجمرة الثانية الوسطى. نعم. هذه ستة مواضع ترفع في أيدي في الدعاء في الحج. نعم. وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك. نعم، يعني ومعنى الوقوف من مزدلفة يعني الوجود على أرضها، هذا معنى. وكذلك الوقوف بعرفة ليس المراد أنه يقف، لا، ما يشترط أن يقف ولو جالس أو نائم، حتى لو كان نائم يعتبر وقوف. المهم وجوده على أرض عرفة، إذا وجد على أرض عرفة في هذا الوقت هذا يعتبر وقوف. حتى قال العلماء ولو دخلها نائما وخرج نائم، أو دخلها يبحث عنها ما يدري هل هي عرفة وأصابت رجلها عرفة على الأرض صح حجه. فإن ذهب هذا الوقت وغربت الشمس ولم تضع أرضه ولم تضع رجلاه أرض عرفة فاته الحج، إلا إذا رجع في الليل، يعني إذا طلع الفجر من يوم عرفة، إذا طلع الفجر من يوم ليلة العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج، فيكون الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر. وعند الحنابلة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس إلى طلوع الشمس إلى
إلى الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس. نعم. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. نعم. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. نعم. المشعر جبل صغير بني عليه المسجد. جبل صغير بني عليه المسجد يقف عنده المسجد في مزدلفة ما بني على الجبل الصغير هو سمى المشعر فيقف عنده ويدعو هذا مستحب من تيسر فإن لم تيسر وقف في أي مكان من الأرض مزدلفة واستقبل القبلة ودعا حتى يسر جدا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا يعني على المشعر. نعم. وجمع كلها موقف. نعم. وقفت هاهنا يعني هو وقف عند المشعر الحرام عند الجبل قال وجمع كلها موقف. جمع اسم المزدلفة سمى جمع تسمى اجتماع الناس فيها تسمى مزدلفة ازدلاف الناس إليها كل هذه أسبالها. وكذلك قال في عرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة عرفة كلها موقف ما عدا بطن الوادي مزدلفة كلها موقف. نعم. رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية فإذا عش وإذا أسفروا جدا. نعم. انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس. نعم. إذا يعني الحاج يقف بمزدلفة مستقبل القبلة إلى الإسفار جدا إذا أسفر جدا وقبل طلوع الشمس يدفع الحاج إلى منى وقال عليه الصلاة والسلام هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أسفر جدا ودفع قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين النبي خالف هدي المشركين في عرفة وفي مزدلفة في عرفة كان المشركون ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى غربت الشمس استحكم غروبها وغاب قرب الشمس وغاب قرص الشمس قال خالف هذه أهل المشركين هذا في عرفة وخالفه في مزدلفة كانت قريش والعرب في مزدلفة قريش ما يقفون في مزدلفة ما يقفون بعرفة لا تجدون الحرم زعبا وفي مزدلفة كان المشركون يدفعون المزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس في عرفة كانوا يدفعون قبل غروب الشمس فخالفهم ودفع بعد غروب الشمس في مزدلفة كانوا ينصرفون بعد طلوع الشمس فخالفهم ودفع قبل طلوع الشمس قال خالف هدينا هدي المشركين. نعم. وكانوا يقولون في مزدلفة انصرف مزدلفة أشرق ثبير كما نغير ثبير جبل في مزدلفة إذا أشرقت الشمس عليه دفعوا يقول قولتها أشرق ثبير كما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين. نعم. وأكثروا من التلبية في سيرهم فإذا وصلوا محسرا نعم استحب الإسراع قليلا نعم إذا يسرعون وهم في دفعهم يكثرون من التلبية لبيك الله نعم إذا وصل محسرا وادي محسر وهذا الوادي بين مزدلفة ومنى يسرع بمقدار رمية حجر لأن من عصر أسرع قال بعضهم لأن الحكمة في ذلك أنه موضع عذاب لأنه عذب فيه أصحاب الفيل والصواب أن أصحابه إنما عذبه بالمغمس ليس في هذا ليس في هذا أصحاب الفيل بالمغمس أنزل الله عليه طير الأبابيل نعم أنزل الله عليه طير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل نعم فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة نعم الحاج يقطع التلبية إذا بدأ أو شرع في الرمي والمعتمر يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف المعتمر إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية والحاج يقطع التلبية إذا بدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد نعم ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات
هذا هو السنة. نعم. عند رمي وجبة العقبة سبع حصيات ويبادروا ولا يبدأوا بشيء قبل الرمي، لأن رمي الحاج لجمرة العقبة بمثابة صلاة العيد لأهل الأبصار، بمثابة صلاة العيد لأهل الأبصار، كما أن غير الحجاج يصلون صلاة العيد، فالحاج ليس صلاة العيد، وإنما عليه رمي جمرة العقبة ينوب عن صلاة العيد. رمي جمرة العقبة قائم مقام إيش؟ مقام صلاة العيد لأهل الأبصار. نعم. يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. نعم، يعني لا يضعها وضعه، يأخذه ويضعه، لا بد يكون رمي، بالرمي يرفع يده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أما يأخذها ويضعها لا، هذا خلاف السنة، ما يسمى رمي. طبعا يأخذ بعض الحصاة ويضعها، لا هذا ما رمي، رمي لو كذا كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. ويستحب أن يرمي من بطن الوادي. نعم، فيجعل يرمي من بطن الوادي، فيجعل منى على يمينه ومكة على يساره، هذا بطن الوادي يرمي. نعم. وأما رمي الجمرة الأولى الوسطى فيرمي متجهة للقبلة إن تيسر، وإلا رمى من أي جهة، لو رمى من أي جهة فلا حرج. نعم. ويجعل الكعبة عن يساره ومينا عن يمينه. نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا هكذا إذا رمى بطن الوادي تكون يده اليمنى إلى منى ويده اليسرى إلى مكة. نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا. نعم. وقع الحصى في المرمى. إذا وقع الحصى في المرمى. في المرمى، إذا وضع الحصى في المرمى بأي جهة، رماها بأي جهة، المهم وضع يضع الحصى في المرمى أو في الحوض. نعم، ولكن الأفضل يرمي هكذا من بطن الوادي إن تيسر. نعم. ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى. نعم، وإنما المشترط وقوعه فيه، يعني لو وقعت الحصى في المرمى أو قفزت فلا ضره. إيش ولا يشترط؟ قال ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى. نعم، وإنما المشترط وقوعه فيه. نعم. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. نعم. وممن لأنه وصلت مكانها. نعم. وممن صرح بذلك النووي رحمه. نعم. الله. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب. نعم، يرى أنها إذا رمى ثم قفزت وخرجت أجزأها. نعم. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا. نعم، حصى الخذف، الخذف هو الذي يخذف بين الأصبعين، حصى كذلك هذا يسمى حصى الخذف، عادة يكون مثل الحمص، أكبر من الحمص، مثل حبة الفول، مثل بعر الغنم، مثل بعر الغنم حبة الفول، هكذا الحصى، فلا يرمي بحصى كبير هذا من الغلو، ولا يرمي بصغيرة جدا مثل حبة الحنطة، لا، وإنما يرمي تكون مقدار حبة الفول هذا الحصى. أما في بعض الناس بحجر كبير أو يرمي النعال أو يأتي منفعل ويشتم ويلطم، هذا كله فعل الجاهلين، المشاعر، يشتم الشيطان أو الشيطان، ما في شيطان، هذا المشاعر، لا، إنما يرمي بسكينة ووقار وهدوء، هذه عبادة ومشاعر. نعم. نعم، بقي ثلث ساعة. نعم، نكمل. نعم، بقي ثلث ساعة. طيب، شو وقفت عليه؟ وقفت عليه وش موقف؟ موقف شو وقفت عليه؟ ثم بعد الرمي ينحر هديه. نعم، هديه. على النحر. نعم. طيب، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز لكل امرأة أن تدفع من مزدلفة، وهل يجوز ذلك للمرافق للمرأة؟ نعم، المرأة النساء والصبيان من الضعفة، ومن معهم حكمه حكمهم يتابعون لهم. نعم، وكذلك الشيخ الكبير. نعم، والمريض والمرأة
والطفل الصغار ومن معهم حكم حكمه يدفعهم. نعم. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة فهل لي أن أقطع الطواف للصلاة أو أستمر؟ نعم، تقطع الصلاة وتصلي الطواف وتصلي ثم تبني بعد الصلاة على الطواف. يقول: الصلاة لابد أن تصلي. نعم، الصلاة واجب عليك، تقطع الطواف وتصلي ثم تواصل بعد الصلاة. وهل تعيد الأشواط؟ لا تعيد، لكن الشوط الذي قطعته تبدأه من أوله. الأولى أن يكون الشوط الذي قطعته تبدأه من أوله من عند الحجر. نعم. يقول السائل: سؤالي حفظكم الله، قدمت من المدينة محرما من ميقاتها بالعمرة للتمتع. نعم. وذلك في شهر شوال، وبعد ذلك خرجت من مكة إلى الطائف، وبعد عودتي إلى مكة دخلتها دون أن أحرم. يجب عليك أن ترجع وتحرم. جهلا مني. يجب عليك أن ترجع، لكن إذا كنت الآن باقي، إذا كنت باقي إلى الحج فأنت ترجع إلى الميقات من اليوم الثامن تحرم، ترجع من الميقات. وإن أردت أن ترجع مرة ثانية إلى الطائف فلا بأس، لكن في اليوم الثامن لا بد تحرم من الميقات. نعم. يقول السائل: هل يصح أن أعتمر صباح يوم عرفة ثم أتحلل ثم أحرم بالحج لأكون متمتعا؟ نعم، لا ما في مانع، لأن الوقوف يبدأ بعد الزوال. لكن من جاء بعد الزوال هذا ما ينبغي له أن يأتي بالعمرة، يلبي بالحج يذهب إلى عرفة لئلا يفوته الوقوف. لكن إذا كان في مكة الصباح يعني يستطيع أن يذهب. نعم. يقول: وإن خشي أن يفوته الوقوف وكان الزحام فلا، يلبي بالحج ويذهب. إذا خشي فوات الوقوف عليه أن يذهب ويلبي بالحج يدخل الحج عمره، وإن لم يخشى الفوات فلا بأس أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلى ثم يلبي بالحج ويخرج إلى عرفة مع الناس. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تحج خالتي مع أختها وزوجها لعدم وجود محرم؟ لا، أختها ليست محرما لها وزوجها ليس محرما لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. انظر، يعني هذا الرجل خرج من حاجة وليس مع محرم، وهو كتب في الغزو، فأمره أن يترك الغزو ويذهب إلى مع امرأتي يكون محرما لها. هذا يدل على أهمية المحرم، مكتوب في الغزو الجهاد في سبيل الله، فأمره أن يترك الغزو ويذهب مع امرأته، يعني يدل على أهمية المحرم. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، متى تكون خطبة عرفة، قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ وهل يشرع لأهل الخيام أن يجتمع كل مجموعة في خيمة كبيرة ويخطب لهم أحدهم لأنهم بعيد عن المسجد ولا يسمعون الخطيب؟ لا، الخطبة تكون قبل الصلاة، تكون الخطبة قبل الصلاة، وبعد الصلاة يؤذن المؤذن ثم يصلي الظهر، يقيم يصلي الظهر ثم يقوم يصلي العصر. وأما البعيد المخيمات لا، ليس عليهم أن يخطبوا، وإنما عليهم يصلوا إذا زالت الشمس يصلوا، وإن سمعوا الخطبة من المذياع فلا بأس، يفتحوا المذياع ويسمعوا الخطبة، وإن لم يفعلوا فلا يخطب أحد. لا تكرر الخطبة، الخطبة للإمام فقط أو نائمه. لو كان كذلك صار كل المخيم يخطبون، صار خطبة كثيرون. لا، خطبة للإمام ونائبه فقط في نمرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز فعل العمل الصالح بنية رفع البلاء أو جلب النفع للغير؟ إيش هل يجوز؟ هل يجوز فعل العمل الصالح بنية رفع البلاء أو جلب النفع للغير، كمن ينوي بطلبه العلم أن ينصر الله المسلمين مثلا؟ لا، ينوي هذا العمل الصالح لا بد أن ينوي وجه الله والدار الآخرة ويدعو. عليك أن تطلب العلم لله، تصدق لله، ثم تدعو الله
لنصر المؤمنين، تدعو الله في رفع البلاء. نعم. هل يشرع، يقول السائل هل يشرع الطواف مرتين كمن يطوف سبعا ثم يصلي خلف المقام ثم يطوف مرة أخرى ويصلي؟ نعم، هل يطوف مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشر ثم تيسر، يتيسر الله بدون زحام الحمد لله، صلي كل ما صلى سبع أسوار صلى ركعتين. نعم. وبعض العلماء ورد عن بعض السلف أنه يجمعون الأشواط، يطوف مثلا 14 شوط ثم يصلي 4 ركعات لكلها، أو يطوف 21 شوط ثم يصلي 6 ركعات بعد ذلك لكل 7 أشواط ركعتين. نعم. يقول السائل أيهما أفضل، الطواف النافلة أم حضور مجلس العلم؟ حضور مجلس العلم أفضل، مجلس العلم يتبصر وتفقه في شريعة الله، وهذا عمل في أي وقت يدركه. نعم. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يزاحمون ليقبلوا الحجر الأسود؟ لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي المزاحمة، المزاحمة في أذية، وإنما إذا تيسر يقبل، وإلا متيسر فإنه يشير إليه ويكبر، لأنه سنة، قصر أنه سنة، والمزاحمة أذية، والأذية حرام، لك أذية كيف تفعل، تريد تفعل سنة تفعل في طريق السنة تفعل حرام وأذية. نعم. يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد أن القرآن مخلوق؟ لا، قال كثير من السلف كلمة عبد الغير مقال القرآن مخلوق فقد كفر أو أنكر رؤية الله، لا يصلى خلفه. يقول الرسول. نعم. يقول السائل الذي نعرفه أن النقاب هو فتحة أو فتحتان بقدر العين. نعم. فهل ينكر على من توسع فيه؟ نعم، ينكر، بعض النساء تتوسع في هذا وتفتح فتحة كبيرة تخرج الوجنتين وتكون العين مكحلتين أو تجعل لثام، كل هذا منكر، إنما فتحة بقدر الحاجة. قال ابن عباس تفتح عين تنظر بعين واحدة إذا كانت ضعيفة البصر، إذا كانت لا ترى حتى تبصر الطريق، أما التوسع فلا ينبغي هذا، هذا فتنة، توسع بعض النساء تخرج الوجنتين وتخرج أيضا ما بين الجبهة والأنف. نعم. يقول السائل المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو، نعم، والمسبوق قد قام لقضاء ما عليه، فماذا يفعل؟ يستمر في أداء إذا الصلاة انتهت، ويسجد في آخر الصلاة إذا كان عليه سهو. نعم. يقول السائل قال قائد الطائرة، نحن الآن نحاذي الميقات وهو في حالة خلع ثيابه ولبس الإزار والرداء، وأسرع في خلع المخيط وهو يقول لبيك عمره، ليس عليه شيء، إذا سمع يلبي ويخلع، ليس عليه شيء. نعم. يقول السائل فاته الوقوف في مزدلفة بسبب الزحام، لكن لا يؤخر التلبية، إذا أخرت الإحرام هذا هو الذي يلزمه الدم، أخر 5 دقائق لأن الطيارة تمشي، لكن إذا لبى في الحال وخلع فليس عليه شيء. نعم. يقول إذا فاته الوقوف في مزدلفة بسبب الزحام. نعم، الوقوف في مزدلفة سنة، يعني الوقوف في مزدلفة بسبب الزحام يعني ما استطاع أن يقف فلا حرج، لو دفع في آخر الليل دفع في آخر الليل، لأن الوقوف مزدلفة يكون بعد الفجر، وليدفع آخر الليل يكون ذهب. نعم. يقول مستحب سنة. نعم. يقول السائل امرأة حاضت قبل عرفة بيوم واحد فماذا تفعل؟ تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر. نعم. يقول السائل هل أخذ الشعر بمكينة الحلاقة يعتبر حلقا أم تقصيرا؟ الظاهر أنه تبقي شيء من أصول الشعر، وإذا كان تبقي أصول الشعر فالحلقة يكون بالموس الذي لا يبقي شيء من الشعر. نعم. يقول السائل هل شرط الطهارة
لصحة الطواف، هل يشترط الطهارة لصحة الطواف؟ نعم، اشترط جمهور العلماء، أكثر العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وأنه لا يصح الطواف إلا بطهارة. وبعض العلماء لا يشترط هذا، ولكن الأحوط بعض العلماء كالأحناف لا يشترطونه، وبعضهم يقول إذا طاف بغير طهارة جبره بدم اذبح شاة. نعم. يقول السائل في حديث جابر رضي الله عنه فرق الصفا، ألا يدل على وجوب صعود شيء من الصفا؟ رقي الصفا. لا، النبي فعل مستحب، هذا الأفضل، رقي الصفا والمروة لا يجب وإنما مستحب، إنما يبدأ السعي من أصل الجبل مكتوب عليه بداية السعي، بداية الطواف تحت الجبل، أما صعود الجبل في الصفا أو صعود الجبل المروة هذا مستحب وليس بواجب. نعم، إذا بدأ الارتفاع هذا الجبل. نعم. يقول السائل كيف تكون صيغة الدعاء لمن يعتمر عن غيره، وهل يدعو النائب لنفسه؟ نقول لبيك عمر عن فلان، لبيك حج عن فلان، ثم بعد ذلك يدعو بالسلام. نعم. يقول السائل إذا نعس في أثناء محاذاة الميقات ثم تنبه بعد دقيقتين أو ثلاث، إذا كان تجاوز الميقات فعليه دم شاة ذبحه ولو كان ناعسا، فإذا كان ما تجاوزها في الطائرة، إذا كان الطائرة دقيقتان نعم، وإذا كان في السيارة ما تجاوزها دقيقتين لأن الوادي طويل، لكن في السيارة في الطائرة دقيقتان مسافة يخرج من الوادي. نعم. يقول ما رأي سماحتكم في لبس الإحرام الذي يسمى بالتنورة؟ لا نرى هذا، لا نرى أنه لا ينبغي هذا، لأن هذا يعتبر لباس، تنورة يعني مخيط، يعتبر كالمخيط، وإنما يلبس إزار كذا يلفه عليه ويشد عليه يشد، أما أن يلبس هذا هذا ما ثوب، ثياب، بعض الناس يلبس هذا في غير الإحرام لباس عادي. نعم، مثل لو لبس الفنيلة، هذا إزار مخيط على قدر النصف الأسفل. نعم. تقول السائلة حاضت امرأة متمتعة، نعم، أو حجت امرأة متمتعة فلما انتهت من عمرتها لم تقصر ولم تذكر إلا ليلة مزدلفة فأخذت من شعرها، فهل فعلها صحيح؟ إيش يقول حجت امرأة متمتعة، نعم، فلما انتهت من عمرتها لم تقصر ولم تذكر إلا ليلة مزدلفة فأخذت من شعرها، فهل فعلها صحيح؟ لا، ليلة مزدلفة محرمة بالحج، ليس لها أن تأخذ من شعرها، إذا أخذت عليها فدية، ولكن عليها دم على شاة تذبحها لأنها تركت التقصير في العمرة على الصحيح، وبعض العلماء يشدد في هذا. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.